نظم العشرات من الطلاب اليمنيين الدارسين في السودان وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ عدة أشهر. يأتي ذلك مع تنظيم عدد من الوقفات للطلاب المبتعثين في عدد من الدول للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ نحو 9 أشهر. وفي ظل الأوضاع الصحية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها الدارسون جراء انتشار وباء كورونا وانعدام مصادر دخل تمكنهم من مواصلة دراستهم. أولا صرف مستحقات الطلاب المتأخرة لسبعة أشهر وهي الربع الرابع والربع الأول والربع الثاني والربع الثالث للعام 2020، وإيجاد آلية لانتظام صرف مستحقات الطلاب. ثانيا سرعة اعتماد طلاب الاستمرارية وإيجاد حل عاجل لقضيتهم كونهم متواجدون في بلد الدراسة ولهم الأولوية في ذلك. ثالثا اعتماد الطلاب الحاصلين على توجيهات للحصول على مساعدات مالية من الربع الثاني والثالث للعام 2019، وإيجاد آلية مناسبة لدعم طلاب النفقة الخاصة الذين يعانون جراء الأوضاع الاقتصادية لأهلهم في اليمن. رابعا إعادة من تم إسقاط أسمائهم من كشوفات الربع الرابع 2019 باعتبارهم طلابا عالقين وصرف ربع إضافي للخريجين. خامسا صرف تذاكر الخريجين وتسيير رحلات استثنائية لإجلاء الخريجين الغير قادرين على دفع أسعار تذاكر طيران. وللمزيد من هذه التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف وسيم الحكمي نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في السودان. مرحبا وسيم. نعم وسيم، هل تسمعني؟ نعم سادي. مرحبا بك. يعني هناك مطالبات يبدو في الوقفات الاحتجاجية المتكررة للأربعة، كم هي الأربعة المتوقفة وأيضا ما هي الآليات التي ممكن أن تضمن لكم صرف مثل هذه الأربعة؟ أخي الفاضل، الأربعة هي اللي يطلبوا فيها الطلبة هي الأربعة للعام المنصرف 2019 والأربعة للعام 2020، ثلاث أرباع إضافة للربع الرابع للعام 2019. نحن نعلم أن في جميع دول العالم تطرق في حالة الطوارئ أن الحكومات تدعم الطلبة في الخارج وطلب دارسين على حكومتنا تماماً، حيث أنه لحد الآن المطالبات مطالبات والوعود ولم تنفذ منها أي وقود لحد الآن. نعم، هذا بالنسبة للأربعة. وماذا عن الطلاب الذين يريدون يعني الاستمرارية في بعض في الدراسات العليا وغيرها؟ طبعا أخي فاضل، الاستمرارية من الربع الثاني العام 2019 تم توقيفها بأوامر من رئيس الوزراء ووزارة التعليم العالي. ندري ما هي المشكلة بالضبط. هناك عدد من الأخوة والأخوات الذي تم تقديم ملفاتهم لوزارة التعليم العالي. نعم. واستكملوا الشروط وكلهم لا إلى الآن لم يأتي في موضوعهم يتم النظر في ملفاتهم، وبقت ملفاتهم حبيسة الأدراج إلى الآن. نعم، يعني رفع يعني كشوفات بتوقيف هذه الاستمرارية ولم تعلموا ما هي الأسباب، وأيضا هناك أسماء كما سمعت في المطالبة بأنها سقطت من بعض الأربع، لماذا برأيك وهل قمتم بالمطالبة من قبل هذه الوقفة؟ نعم هناك فعلا أسماء سقطها تعسفا في الربع الثالث عام 2019 والربع الرابع. نعم. وتم استبعادهم من الكشوف تماما، والاعتصامات مستمره الى حد هذه اللحظه في السفارات اليمنيه. نعم. وكل الملحقات في الخارج سيما السودان لها وقت خاص تماما، حيث ان الربع الرابع لم يصل الى حد الان لعشرات. نعم. وطيله هذه الوقفات الاحتجاجيه واستمرار الوقفه الاحتجاجيه الاخيره، هل هناك من وعود نلتم عليها من السفارة أم هناك آليات يعني قد يقومون بصرفها في أوقات لاحقة؟ هذه هي الوقفة الرابعة على التوالي وتبقى وقفات احتجاجية. في كل وقفة يتم العود والمدة تطول ولا نلقي أي استجابة وزارة التعليم العالي أو من الملحقية
حيث ان السفاره والملحقين عملت ما استطاعتها ورفعت الكشوفات مباشرة، ولكن الممثله من وزاره التعليم العالي. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر وسيم الحكمي نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في السودان، شكرا جزيلا لك.